بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبنائنا الأعزاء، طلبتنا الحبايب الشطار، نبدأ اليوم محاضرتنا ونسأل إن كان هناك سؤال أو استفسار أو شيء غير واضح في محاضرة الأمس. أي سؤال أو استفسار؟ أستاذ، إن شاء الله واضحة. إن شاء الله واضحة. طيب، شنو رأيكم برياضة صباحية؟ حسنين نجم، حسنين نجم ويانا. نعم دكتور، ثمانية في تسعة 72. دنيا دنيا، نعم أستاذ، 9 في 5 45. زهراء عبد المنعم، نعم دكتور، 11 في 4 زهراء. دعش في أربعة. 44. ليش مستعجلة؟ سكينة حبيب، سكينة حبيب، سكينة حبيب، تمام، جيد. زينب فلاح، نعم أستاذ، 999 في 6، يس 999 في 6. خمسة آلاف وتسعمية وأربعة وتسعين لقيت 5000. تسعمية وأربعة وتسعين أحسنتي، أحسنتي. طيب، صباح الخير. إذا صباح النور ورحمة الله. الكهرباء كانت طافية، عاد استوهجت. إجت الكهرباء هسه؟ ايه استاذ، ماشي، خلاص، عارفه. ما عنده مشكلة. استبرق؟ نعم استاذ، هلا بيش، ماكو مشكلة. طيب، نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم ونروح إلى مبرهنة 10. الآن الشاشة واضحة أمامكم، نعم نعرف أستاذ، وين واضحة المحاضرة. إن تمام. شاء الله أستاذ، واضحة. مبرهنة 10 تتحدث عن العلاقة بين العناصر الانفرتبل والايديالز. يعني شنو؟ يعني إذا كان عندنا ايديال معين في رينج، وكان يحتوي هذا الايديال على عنصر انفرتبل، فيجب أن يكون هذا الايديال مساوي للرينج كله، وكأنه أي عنصر انفرتبل يجذب جميع عناصر الرينج إلى داخل الايديال. فإذا المبرهنة تقول أنه إذا كان عندي I proper ideal، يعني شنو proper؟ proper يعني ideal، أحسنتي، فعلي، ideal لا يساوي الرينج، proper بمعنى لا يساوي الرينج الأصلي.
وكأنه من نقول مجموعة جزئية بالمعنى الضيق، بالمعنى الفعلي. مجموعة جزئية لا تساوي المجموعة الكبيرة، المجموعة الأصلية. فالايديال هذا I هو proper ideal، والرينج with identity، فإن I تقاطع R star. من يتذكر شنو هي R star؟ استاذ أجاوب علي؟ استاذ هي كل العناصر المعكوسة يعني تمثل من الرينج، يعني القابلة القابلة للعكس. الانفرتبل. أحسنت. إيه الانفرتبل. طيب إذا I تقاطع R star يساوي phi، يعني بكلام آخر أنه المبرهنة تقول أنه الايديال اللي هو proper لا يحتوي أي عنصر invertible. إذن إحنا أريد نبرهن أن التقاطع phi، فرح نأخذ العكس، نفرض العكس ونحصل على تناقض. يعني رح نفرض أنه أكو عنصر ينتمي للتقاطع ونحصل على تناقض مع فكرة أن الايديال I هو proper. فإذا البرهان نفرض أن I ينتمي إلى I تقاطع R star، إذا معناها الأي موجود في I وموجود في R star. التقاطع بمعنى العناصر المشتركة، فالعنصر موجود في التقاطع موجود في كلا المجموعتين. إذا بما أن الأي ينتمي إلى R star، إذا هو invertible. invertible معناها أي inverse موجودة في R. بما أن الأي موجودة في R star بمعنى أنها invertible، إذا أي inverse موجودة. إذا فكرنا أن الأي inverse موجودة في R، ونرجع إلى تعريف الايديال، كل عنصر من عناصر الرينج إذا ضرب في أي عنصر من عناصر الايديال يكون الناتج موجود في الايديال. إذن عندي الآن أي inverse هو عنصر من عناصر الرينج، والأي هي عنصر من عناصر الآي الايديال. إذن حاصل ضربهم لازم يكون موجود في الايديال. بما أن حاصل ضرب هو واحد، يعني أي inverse في أي يساوي واحد، إذن صار عندنا الواحد ينتمي للايديال I. نرجع نفس هذا الشرط نحققه على الواحد. يعني شنو؟ يعني أي عنصر من عناصر الرينج X و الواحد موجود بالايديال، يعني عنصر من الرينج وعنصر من الايديال، حاصل ضربهم يكون موجود بالايديال. اذا x في واحد راح ينتمي الى i، صار x اللي ينتمي الى الr اصبح ينتمي الى i، بمعنى ان الr subset من i، بمعنى ان الi يساوي r لأنه هو أصلاً subset الآي، وصار الآر subset من آي، صار عندي تساوي، وهذا يناقض أن الايديال هو proper ideal. إذن الفرض اللي فرضناه في البداية أن عنصر أي ينتمي للتقاطع، هذا الفرض خطأ. إذن بمعنى أن التقاطع يساوي phi. وضحت؟ واضح البرهان؟ واضح أستاذ. ممكن عادة سريعة بس المنطوق. نعم نعم ابني شنو؟ عارض بس المنطوق شوية. يعني البرهان المنطوق؟ نعم. ليش المنطوق شبيه؟ ما أعرف يعني شوية توضح لنا لو ممكن. المنطوق يقول أن الآي ideal من R وله خاصية أنه proper ideal. proper بمعنى الفعلي، يعني
لا يساوي الار، لا يساوي الرينج. والرينج with identity، إذن هذه من الأشياء المفروضة الآن في هذه المبرهنة. يعني لدينا proper ideal في رينج، هو رينج with identity. المبرهنة تقول أن I تقاطع R star يساوي phi، والR star هي مجموعة كل الـ invertible elements. وضح الآن؟ إن شاء الله أستاذ. المبرهنة 11 عندنا مجموعة من الـ ideals نسميهم I والـ I هي 1 2 3 يعني ترقيم، يعني I1 I2 I3 إلى عدد من الـ ideals حسب الـ ideals الموجودة في الرينج. يعني رينج معين يوجد فيه 10 ideals، رينج آخر ب 50 ideal، رينج آخر ب 3 ideals، وهكذا. فإذا المبرهنة تقول أنه هاي مجموعة الـ ideals من R تقاطعهم هو ideal. إحنا بسهولة نقدر نبين أن تقاطع أي 2 ideals هو ideal. فبإمكاننا أن نستخدم الماثماتيكال إندكشن في البرهان. تعرفون شنو الماثماتيكال إندكشن؟ الاستقراء الرياضي. نعم أستاذ. غير بنين، منو ما يعرف شنو الاستقراء الرياضي؟ منو ما عنده فكرة عن الاستقراء الرياضي؟ نعم أستاذ. ما عندك فكرة عن الاستقراء الرياضي؟ نعم أستاذ. ما درست الصف الأول؟ سويت أتذكره يعني هيك بس كم صحيح ما أتذكره بالتفصيل. تمام، إذا أنت دارسه، إذا ما تتذكره فتراجعه، ترجع إلى محاضرات الصف الأول وتراجعه. والفكرة الماثماتيكال إندكشن، الاستقراء الرياضي، فكرة بسيطة لكنها عميقة في معناها. الفكرة تقول أنه القاعدة اللي تتحقق على ما لا نهاية من العناصر، كيف تتحقق؟ من خلال بديهيات أو من خلال فرضيات. النقطة الأولى أن هذه القاعدة تتحقق على العناصر الأولى، على الواحد اثنين ثلاثة وإلى آخره، يعني أول عنصرين أول ثلاث عناصر، أو بمعنى دقيق أنها تتحقق على الواحد. النقطة الثانية أنه هذه القاعدة إذا تحققت على N من العناصر فإنها تتحقق على N زائد واحد. يعني إذا أي قاعدة عندي تحققت على 9 عناصر فإنها تتحقق على العاشر، إذا تحققت على 85 فتتحقق على 86. إذن بكلام دقيق، إذا كانت القاعدة صحيحة على N فهي صحيحة على N زائد واحد. إذن هنا المبرهنة بإمكاننا استخدام الماثماتيكال إندكشن، لكن هو ترك هاي الفكرة وراح برهن أن هاي المجموعة اللي هي تتألف من تقاطع هذه الايديالز، هاي المجموعة كأي مجموعة جزئية من R إذا حققنا عليها شرطي الايديال تصبح ايديال. إذن راح يبرهن الشرط الأول اللي هو الفرق بين أي عنصرين بالايديال موجود في الايديال، و حاصل ضرب أي عنصر من عناصر الايديال في أي عنصر من عناصر الرينج أيضا موجود في الايديال. نشوف الشرط الأول، أخذ عنصرين موجودين في التقاطع. الآن هذول بما أنهم موجودين في تقاطع كل الايديالز، إذا موجودين في كل من الايديالز. يعني لو فرضنا أن هذا التقاطع
هو I1 تقاطع I2 تقاطع I3 مثلا، أنه يتكون من ثلاث ideals. فأي وبي تنتمي إلى التقاطع، إذن أي وبي تنتمي إلى I1 وتنتمي إلى I2 وتنتمي إلى I3، يعني تنتمي إلى جميع الideals الموجودة في التقاطع. بما أن I يعني I1 I2 I3 إذن كلهن ideals، إذن الفرق بين أي وبي يكون موجود في II لأنه ideal. بما أنه أي سالب بي موجود في II لكل ideal في التقاطع، إذن أي سالب بي موجود في التقاطع. أعيد الكلام مرة ثانية ولكن على مسألة حاصل الضرب، لأنه نفس الفكرة، أنه نأخذ عنصر موجود في التقاطع ونأخذ عنصر موجود في الرينج. العنصر أي بما أنه موجود في التقاطع، إذا موجود في كل ideal. بما أنه II هو ideal، إذا أي في R وR في أي كلاهما موجود في II. إذا لأن R في أي موجود في II لكل I، إذن R في A موجود في التقاطع. هذا يعني أن شرطي الايديال متحققة على تقاطع II، إذن II هو ايديال. الريمارك تقول عكس التقاطع الاتحاد، إذا كان عندي A و B هما ايديالز من الرينج، فإن أي اتحاد بي لا يشترط أن يكون ايديال. أنا أريد منكم مثال غير المثال اللي اللاحق، يعني هذا مثال 26 ينطينا ايديالز ولكن اتحادهما ليس ايديال. أنا أريد منكم مثال على 2 ايديالز من رينج معينة واتحادهما ليس بايديال. هذا واجب بيتي. ماشي استاذ. تسلمين. عندنا تعريف 16. اذا كان عندي مجموعه اس غير خاليه من الرينج ار، إذا كان عندي S مجموعة غير خالية من الرينج R، فإن هاي المجموعة اللي تتألف من العناصر الموجودة في S تتولد من العناصر الموجودة في S، هاي نسميها ideal. أعيد التعريف مرة ثانية بشكل أوضح. إذا أخذنا S مجموعة غير خالية من عناصر الرينج R، فأصغر ideal، أصغر ideal يحتوي الS، هذا نسميه الideal المتولد بS ونرمز له بهذا الرمز S بين قوسين. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن الايديالز الموجودة في زد 12 وانطينا مثال على كيفية تكوين هذا الايديال. قلنا انه ناخذ عنصر من عناصر الرينج ونضربه في كل عناصر الرينج، يحصل لنا مجموعة من العناصر، هاي المجموعة هي ايديال. هذا الكلام نعيده بهذا التعريف، يعني التعريف الآن يقول generated by، يتولد من عناصر S، هو أنه نأخذ عناصر العناصر الموجودة في S ونضربها بكل عناصر الرينج ثم نحقق الشرطين عليها. هذا الايديال المتولد بهذه الفكرة نسميه الايديال المتولد بـ S.
المبرهنة 12 تقول أن الأس إذا كانت غير خالية من الرينج R فإن الأيديل المتولد بأس هو تقاطع كل الأيديلز التي تحتوي على S. يعني أي أيديل موجود بالرينج ويحتوي على S، S هي سبسيت من عنده، فنأخذ تقاطع كل هاي الأيديلز، هذا الأيديل هو المتولد بS. هنا نحن نحتاج أن نبرهن أن هذا التقاطع هو أصغر ايديال. طبعا في البداية لازم نشوف هل أن هذا التقاطع، هاي المجموعة بالأصل، هل هي خالية أم لا. هاي المجموعة ليست خالية أكيد، لأنه على الأقل عندنا ايديالين، تو ايديالز اللي هما تريفيال ايديالز، اللي هو الR نفسه ومجموعة الصفر، فإذا هاي المجموعة غير خالية. طيب نيجي الآن إلى هذا التقاطع، هل هو أصغر ايديال أم لا؟ إذا كان أصغر ايديال معناه حقق التعريف، معناه هو الايديال متولد بأس. فكيف نبرهن أنه أصغر ايديال؟ نفرض أنه أكو ايديال آخر، يعني نأخذ الأس، الأس أكيد موجودة في AI، في II، وهذا ينطيني أن الأس هي سبسيت من الأيديل متولد بأس. إذن ما عندنا إشكالية في أن هذا الأس هو سبسيت من الأيديل متولد بأس. راح نأخذ أيديل آخر J، نفرضه هو الايديل المتولد بأس، يعني هو أصغر ايديل. بما أنه هذا الايديل يحتوي أس، إذن هذا الايديل هو واحد من الاي اي اللي موجودة بهاي المجموعة. هاي المجموعة هي كل الايديلز اللي تحتوي أس، إذن هذا الجي اللي أخذناه يحتوي الأس، إذن معناها التقاطع مالت الاي راح يكون سبسيت من جي بأي شكل من الأشكال، لأنه هذا التقاطع يحتوي على كل الأيديلز، فإذا التقاطع هو سبسيت من جي. وبنفس الوقت أكيد أن الأيديل المتولد بأس اللي هو أصغر واحد هو سبسيت من جي، إذا صار أن الأيديل المتولد بأس هو يساوي جي نفسها. لهنا أكو سؤال؟ واضح أستاذ. تمام. أكو سؤال آخر ولدي بناتي الطلاب الآخرين؟ أستاذ بس يعني لما التقاطع يعني نأخذ أصغر عناصر ونعتبره ايديال، يعني شلون يعني أصغر عناصر بيهن؟ لا لا، التقاطع هنا تقصدين هاي المجموعة، التقاطع هذا. أي نعم أستاذ. هذه نجمع كل الايديال، الايديلز اللي تحتوي اس نجمعهن ونسوي لهن تقاطع، هذا التقاطع يدعي بالمبرهنة انه هو اصغر ايديل يحتوي اس، يعني يحقق هذا التعريف اللي هو generated by s. وبحث استاذ يعني هسه مثلا من استاذ بس يعني من عندنا زت 12 لما نجي ناخذ الايديل مالتها فراح يكون التقاطع هو اصغر ايديل، غير هيك قصدي؟ لا لا، أخذي فد مجموعة S تتكون من عنصرين، ثلاث عناصر، أي عدد من العناصر، وأخذي كل الأيديلز اللي تحتوي هاي الأس، يعني في زد 12 اختاري على العنصرين وابحثي عن الأيديلز اللي تحتوي هذا العنصر، هالعناصر هاي، راح تشوفين أنه تقاطع هاي الأيديلز هو أصغر أيديل يحتوي الأس. أها أستاذ يعني قصدك ناخذ هاي المجموعة ونقاطعها ويا الأيديال عندنا. بنتي جربي على شيء أكبر من الزد 12، لأن زد 12 صغيرة الفكرة ما تبين بيها. أخذي مثلا زد 25.
نعم أستاذ. وطلعي هم يعتبر لكم تمرين لكل الطلاب، طلعوا كل الايديالز الموجودة في زد 25، ثم اختاروا نعم أي أستاذ. عنصرين، أي عنصرين موجودين في زد 25، أستاذ بس ودوروا على ذلك العنصر الايديالز اللي تحتوي هاي العنصرين. أنت حدديهم، يعني أختي مثلا خلينا نقول ثلاثة وخمسة، ثلاثة أستاذ وأربعة. بس يعني ذن نعم أستاذ أستاذ بس قصدي إنه ذن العنصرين لازم أيضا يحقق الأيديال. لا لا لا، ما يحق، مو شرط يحقق الايديال. الاس أوكي أستاذ. الاس اي مجموعه غير خاليه، اي مجموعه غير خاليه مجموعه جزئيه من ار، فمو بس شرط شرط تحقق إنه تكون ايديال. غير خالية. نعم بالضبط. أوكي بعدين مش ابحثي عن كل الايديالز اللي تحتوي الاس هذه اللي اختاريتيها انت، راح نعم تشوفين أستاذ. تقاطع هاي الايديالز هو اصغر ايديال يحتوي هذين العنصرين. مشكور أستاذ. الله يسلمك. آخر تعريف نتكلم عنه في محاضرة هذا اليوم، لو كان عندي ايديال اي في ار، هذا الايديال نسميه برنسبل ايديال، ايديال مثالي، عفوا ايديال رئيسي، مثالي رئيسي، اذا كان يتولد من عنصر واحد. يعني قبل شوي احنا قلنا الايديال اللي متولد بمجموعة من العناصر اس، اذا كان هذا الاس يحتوي على عنصر واحد فالايديال راح نسميه برنسبل ايديال. تذكرون في محاضرة امس قلنا في زد عندنا شكل الايديالز هذا مختلف، هذا طرقناه في محاضرة امس في زد. وهذا الان البرنسبل ايديال هو الايديال المتولد بعنصر واحد اللي هو اي، وشكله راح يكون على شكل حافظ ضرب اي في جميع عناصر الرينج، هذا نسميه برنسبل ايديال. وكمثال على برنسبل ايديال عندنا في زد الايديال المتولد بالاثنين هو نفسه 2 زد، نفسه 2 في زد، ونفسه زد اي اللي طرقنا له في امثله سابقه، هذا برنسبل ايديال. اقروا التمارين وحاولوا تحلوها، واذا كان عندكم اي استفسار او سؤال في المحاضره القادمه نتطرق له. الان اكو سؤال قبل ان ننهي المحاضره؟ ماكو سؤال؟ أستاذ واضحة ممنونين. إذا نلتقيكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. طبعا المحاضرة مات محاضرة أمس نزلت على قناة اليوتيوب، ممكن أن تراجعوها، ومحاضرة نعم اليوم إن شاء نعم الله أيضا أنزلها على قناة اليوتيوب حتى تشوفوها. ونلتقيكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.